بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وأنزل عليه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما أراه الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وكل من اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة امتدادا لما سبق في مواضيع العقيدة، ونخص الحديث الآن عن وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله في جميع المنازعات والخصومات وشؤون الحياة، لأن هذا هو مقتضى العبودية لله بالتوحيد، لأن التشريع حق لله وحده، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين وهو الحكم وإليه الحكم. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالتحاكم إلى شرع الله ليس لطلب العدل فقط، وإنما هو في الدرجة الأولى تعبد لله وحق لله وحده وعقيدة يدان لله بها. فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشرية فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بها شركاء لله في تشريعه. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد نفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرعه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن دعا إلى تحكيم القوانين البشرية فقد جعل لله شريكا في الطاعة والتشريع، ومن حكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن من حكم الله أو مساويا لما أنزل الله، أو أنه يجوز الحكم بذلك وبما شرعه الله، فهو كافر بالله وإن زعم أنه مؤمن، لأن الله أنكر على من يريد التحاكم إلى غير شرعه وكذبهم في زعمهم الإيمان، لأن قوله يزعمون متضمن لنفي إيمانهم، لأن هذه الكلمة تقال غالبا لمن يدعي دعوى هو فيها كاذب، ولأن تحكيم القوانين تحكيم للطاغوت، والله تعالى قد أمر بالكفر بالطاغوت وجعل الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن حكم القوانين لم يكن موحدا، لأنه اتخذ لله شريكا في التشريع والطاعة، ولم يكفر بالطاغوت الذي أمر أن يكفر به، وأطاع الشيطان كما قال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قد أخبر الله عن المنافقين أنهم حينما يدعون إلى التحاكم إلى شرع الله يأبون ويعرضون، فقال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، كما أخبر أنهم يريدون الفساد، كما أخبر سبحانه عنهم أنهم يرون الفساد صلاحا لانتكاس فطرهم وفساد قلوبهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالتحاكم إلى غير شرع الله من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى طاعة غير الله بعد إصلاح الله لها ببعثة الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة لأتباع والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. وقد سمى الله كل حكم يخالف حكمه بأنه حكم الجاهلية، قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة. قال: فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. انتهى كلامه رحمه الله. ومثل القانون الذي ذكره ابن كثير عن التتار وحكم بكفر من جعله بديلا من الشريعة الإسلامية، مثله القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من البلاد هي مصادر الأحكام وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلا فيما يسمونه بالأحوال الشخصية. والدليل على كفر من فعل ذلك آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وهذا ولا بد للعبد من قبول حكم الله سواء كان له أم عليه، وسواء وافق هواه أم لا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال ابن رجب رحمه الله: معنى الحديث أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع،
وذم سبحانه من كره ما أحبه الله وأحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، إلى أن قال: وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه، وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. انتهى كلامه رحمه الله، وبه تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.